يبدأ صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي طرح وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان. وتتنوع مساحة الوحدات المطروحة ما بين 115 متر وحتى 137 متر بفترات أقساط تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات. وتطرح وزارة الإسكان مشروع نزهة التجمع الثالث كمرحلة تكميلية بالتجمع الثالث، وذلك بمدينة القاهرة الجديدة بعدد 80 وحدة كاملة التشطيب. وكشفت الوزارة إن نظام السداد بالطرح التكميلي لمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة جاء كالتالي: مقدم الحجز 151,000 جنيه، نسبة استكمال دفعة مقدم الحجز 20% من ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، وتنتهي بحلول 26 سبتمبر 2024. أيضا سداد 10% من قيمة الشقة خلال 3 شهور من تاريخ الحجز. أيضا هناك دفعات ربع سنوية بمبلغ 100 أو عفوا 51,000 جنيه تبدأ بعد 3 شهور من سداد نسبة 10% السابقة. وأيضا سداد 20% من قيمة الشقة عند التعاقد وتسليم الشقة بعد سداد 56% من قيمة الوحدة، باقي 35% من قيمة الشقة تسدد على 3 أو 5 سنوات محملة بالفوائد. وأيضا خصم 7% في حالة سداد قيمة الوحدة السكنية بنظام الكاش خلال 2 شهر من تاريخ الحجز. أيضا يبدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي نشاطه في مجال تمويل إقامة وحدات سكنية والمرافق الخاصة به اعتبارا من عام 1987. وقد تنوعت أشكال مساهمات الحساب ما بين تمويل وتنفيذ بعض المشروعات، وتقدر هذه المساهمات بعدد 40,000 وحدة سكنية تقريبا، أو توفير التمويل لبعض الجهات والهيئات بغرض توفير الإسكان للفئات المختلفة. وذلك في ضوء تنوع الأفكار، وأيضا وضع خطط جديدة لاستمرار مسيرة الحفاظ على الأهداف التي أنشئ من أجلها الحساب، وفي ظل الأحداث والتغيرات التي شهدتها البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، فقد قامت إدارة الحساب بالتفكير في وضع آليات وتصور جديد للمساهمة والمشاركة في حل مشكلة الإسكان. مشاهدينا، دي كانت كل التفاصيل الخاصة لدينا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.